السلام عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد وفقرة جديدة من حصتكم الوسيط. الوسيط اللي ان شاء الله نتمنى نكونوا وسط تاع خير ما بين لوكا اللي جينا وحنايا وبيان سور الضيف تاعنا. الضيف ديالنا غني على التعريف، رياضي ونحبه بزاف ونحترمه بزاف، وخاصة ليكيب اللي يلعب فيها نقولها بدون مجاملة وبكل افتخار نسيبورتيها اتحاد الحراش. تصفيق على خويا فارس. واش راكي سعاد؟ الحمد لله، صح الحمد ربي. الحمد لله. سعاد معليش تفهمينا على لوكا تاعك باش يزيدوا يعرفوا الجمهور تاعنا. شوف انا كنت عايشه لاباس عليا، كنت عايشه في عنابه مزوجه متهنيه، حتى توفى الزوج تاعي. توفى الزوج تاعي حوزوني ناس داري. خويا فارس واش تقدر تقولي على ديكا كيما هادو؟ نقول لك دونك انا بلاد مسلمه نورمالمون، سي ديكا كيما ما نشوفوش بلادنا حنا، سيرتو الجزائريين يعني شغل نعرفوا الجزائريين يعني قلبهم حنين. مي كي تشوف كيما هذا يعني خوها يعني حوزها من الدار، يعني لا راجل حكيت له شويه قبيله تسمى حكيت له شويه قبيله حتى عايشه هي وبنتها في براكة. مالا فارس خليني نوري لك تشوف والمشاهد الكريم والجمهور اللي راهو هنا يشوف لو غراف كيما نقولوا حنا او بيرسون. اعطيني الفيتيال. هنا رانا متواجدين في عين المكان، هنا كاينه اون دام اللي عيطت لنا ابارامون راهي كيما نقولوا حنا مقهوره. معليش واسمها مدام سعاد زقات لنا. السلام عليكم. سلام، مرحبا بكم. تفضل. الله يحفظك. واش نقول لك الاخت، انت يا عيطينا وكنتي تنسيستي شحال ولا ننسيستي وشحال ونحوز عليك. الحمد لله يا ربي كي جيتوا عندي، وان شاء الله يا ربي نحط لكم القضيه تاعي بين يديكم ويفرج ربي بربي ان شاء الله. شوف قلبي راهو معمر، واش نحكي لك قليل. انا كنت عايشه مع راجلي مع الزوج تاعي، توفى دايم الله الله يرحمه ويوسع عليه. خالتي سعاد بعد ما توفى زوجها لقات روحها هي وبنتها مرميات في الشارع، واللي رماها هو اخوها العزيز اللي رفض يعطيها حقها في الميراث. حنا مرت ورد كبير خلاه بابا وستولى عليه خويا دا كلش. وسيدي هضرتي مع رحتي ليه؟ رحت شكيت له وقلت له راه الزوج تاعي توفى ورماوني وكامش. حكم ولده جبدني وطبعني في الزنقه قال لي خرجي ما تسالي والو. ضربك؟ شوف واش دارت. زادت عرضت خالتي سعاد للضرب من طرف وليد خوها. أنا حاب المشاهد الكريم يشوف أنت وناكي ساكنة. تفضل. خالتي سعاد مسكينة، ناس مؤمنين هما اللي بناولها هذا الدار الفوضوي. اليوم خالتي سعاد جات للحصة تشكي همها. إيه يا خالتي سعاد، ربي يفرجها عليك إن شاء الله. نسحقوا التدخل تاعك فارس، واش تقدر تقول؟ نقول لك دوك مام انا نحط ديريكتومون نقولوا تانيك بلا خوها هذيتو الدوله تاعنا، يعني الناس هذو اللي مساكنين هكذا في البرك سواء هي سواء ناس اخرين. يعني ما انا في بلاد اللي ما لازمش، ماشي زعما ما تكونش، ما لازمش تكون في بلادنا. مي ولكن هي عندها رزق فارس. مي هادي دوك نروح لك تاع خوها سيكو اللي عندها حقها. دوك قلت لي مقبل قلت لك شفت افوكا ما كاين والو. نشوفوا افوكا، ابي نشوفوا افوكا نمشيو مع في الاخر. ما عندهاش دراهم. انا ندبر راسي دراهم. الله يحفظك خو. انا ندبر راسي دراهم، شوف الافوكا. هذه يا الرجل اخويا فارس. نعم. اسمح لي واش راك تشوف دوكا؟ راح نوجع لك قلبك شويه. واش راك تشوف انت؟ قلت لي تسمع للطرفين. بيان سيغ. الاخ تاعها لازم نسمعوا. سي نورمال. فين مين اخوك؟ مي ولكن المفاجاه هاو الورث ديالها وين راهو؟ كيما شفتوا مقبله وين رحنا لهذيك المراه مسكينه وين هي ساكنه؟ المندبة الكبيرة. ديروا في بالكم بلي المرا هادي نورمالمون راهي ساكنة هنا. المرا هاديك الحق تاعها راهو هنا. معليش بلوس دو ديتاي. نشوفوا خوها، خوها قال لك انسان مولا خير. مي دوك نشوفوا المولا خير هذا. اروح كاميرا مان راك تشوف المابر هذا غالي على البراكة تاعها.
ما نعش نرحمه، مي لازم نجيبه البلاطو لازم. السلام عليكم، اهلا خويا العزيز، واش راكم لاباس بيا؟ طلع عمي عبد الرحمن. نعم. الشيخ باباك دومونداو حبوا يشوفوه في الحصه تاع خير، باسكو باباك دار حاجه مليحه. ربي يحفظك. انا هنا خويا، انا هنا يا با بروبليم. صح اخويا، خوك جبته راه هنا في البلاطو، او راح يجي هنايا او حاضر باش ان شاء الله يبان الحق. لا لا الحق يبان توطال من الناس بين شي ولد بين. معليش نروحوا للفاصل ونستقبلوهم ان شاء الله. فاصل. مرحبا بكم مشاهدينا، انا عودنا ولينا. اخ محمد مرحبا بك. الله يسلمك. الاب تاعك، الاب تاعك عمي عبد الرحمن، الاب تاعي وداخل ديجا كي شاف هذه قلت له ما تدخلش ليا في كي شافها ولا كي شفتها انت؟ كي شفتها انايا وكي شافها هو. بصح عليك كي تشوفها ما تدخلش. ما تسمح لي ما يدخلش على كل عمتك هذه. عيب عليك. انا عارفك ما تعرفش. عيب تهدر. عيب عليك. انا عندي بابا نسال فيه ما نستعرفش بك انت. معليش هذه عمتك هذه من دمك ولا لحمك؟ كبرت فوق الطن باسكو انت جايه طامعه في الورث هذه. طامعه في الورث تاع باباك. طامعه في الورث. مي ولكن المرأة ما عندهاش هذا وعلى اسم بصح ما عندهاش وين تروح، ما عندهاش حد يهويها. كاين مالي الراجل. نعم كاين مالي الراجل ويا طول حقها والله يزور. خلي رزق باباها وتجي تروح عند مالي راجلها. اي تدي تدي على ما تديش تروح لدار راجلها وتدي. انت تشوف روحك راجل؟ انت تشوف روحك راجل هكذا؟ راجل ونص وخمسة عشر هكذا. واش فارس بديت تتقلق؟ معليش وروح معانا غير بالعقل. واش عندك مشكل مع عمتك؟ واش عندي مشكل معاها؟ سيكو مات راجلها، كانت ساكنة في عنبة مع مالين راجلها، جاية راجلها مات، جاية لهنا للدرارية تطمع لنا في الورث. ما خفت زحمك في الطوموبيل هذيك تبارك الله اللي تدير كثر من 700 مليون ليش تسوق فيها؟ عندك الخير يا خويا، كاسك شي بويتها. كاين الخير والله ما تديش. ما طمعتش حقها، حقها، ماشي ما طمعتش حقها. ما تديش. حقها. حقها وما تديش. بالسيف عليك تديش. حقها وما تديش. بالسيف عليك. معليش نسقسيك. اليوم سعيد نبغى ندير شغلي. معليش نسقسيك حاجة. بغيت ندير شغلي. صيفتك انت شكونك؟ ما تسقسينيش كاع انت ما تهضرش كاع مع ديجا كاع انا. صيفتك انت شكونك تهضر؟ شكون انا؟ وليدها. هذا جوار، هذا جوار، هذا جوار، هذا رياضي، هذا رياضي. ما نعرفوش انا وليدها. واش نعرف هذا رياضي؟ اسمح لي اسمح لي. ديجا راني قابلته وديرونج راهو ضيفي. اي انا وليدها. شنو داير لك الوجه ليك؟ لا لا ما من الوجه ليك. انا وليدها. ماشي انا وليدها. من نقطه في الاضاءه، نقطه في الاضاءه منا والفوق. انا وليدها. ربي يحفظك. في تبهدل هنا. بهدلته انت؟ تو باباك اللي تبهدل. خلاص سعاد. سعاد. كنت نسنا فاصل واحد اخرى بصح كي دخلت طامعه في الورث حق هذا ماشي طامعه فيه. نتمنى وفوق نزيد نسيبك في الدار اللي خاطره ماشي يد نكسر لك رجليك. نحي لك راسك انايا. عطاك ان شاء الله. راسك نحيه ولي. عطاك تاج جنبك شي راجل تضرب ماما ماشي راجل. عمتك ماشي راجل. كاميرا حبستي ياك حبس بوكس بو اه بوكاني بوكاني يا خو عباك كيما سيك هضر. شوفني مليح هاني هاني شفع عليا مليح. راسك من حيول ما من البعيد كي جيت مليك اشتك شفع لي مليح شفع لي مليح انا وليدها من اليوم. يا اوك حاجه شوف حقات الدين بلا مزيد. يا اوك كيما تحب ان شاء الله هكذا بالدراهم ندير كلش كيما تحب. عندك ما تقدر تغدي دراهم. واش عندك انت؟ عندي الدوبل تاعك ولا غير؟ واش عندك انت؟ عندي الدوبل تاعك. يا خويا سادك فاريها. عندي الدوبل تاعك فاريها لا جيت لهنا. عندي الدوبل تاعك فاريها لا جيت لهنا. رحمه الوالدين نقطه نظام نقطه نظام نقطه نظام او جاي باباه باباك راه جاي. شوف حنا نهضروا مع الكبار هكا باش نكونوا متفاهمين. مانيش نصغر بيك ولا مي ولكن لو جاست هذا راك دير فيه ماشي هكا. هذا صغرني شوف لا 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 خلينا نهضروا تاعي. جينا الصلح بيناتكم انت ديالك تخدم ما تجيش دور وما تهضر هضره غير دراهم. خونا روح جيب باباك الله يحفظك. انا عدنا ولينا هنا والحاج عبد الرحمن وهنا نبوزيو له دي كيسيون. فارس انت بن عبد الرحمن بصحة وجه الحاج عبد الرحمن. نقول لك حاجة فارس من بعد تعرف شكون عبد الرحمن هذا اوكي؟ أنا في البلاطو أك في التلفي أك راك في التلفازة معانا. قاط موا في البلاطو شنو قاط؟ بلاطو ما نقدرش بلاطو ها؟ بلاطو بلاطو برنامج سعاد راهي هنا أختك. قول له سعاد راهي هنا. سعاد راهي هنا. سعاد 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 راهي هنا. افتح النابة ما إيش في عنابة؟ شكون اللي قال لك كيف في عنابة؟ راجلها وجات لهنا. ها؟ لا لا ما تقولوش هكا حبس حبس ما تقولوش هكا. الحاج سعاد أختك راهي هنا. أي هنا أي قدامك. ولا ما جاتش للدار. ها؟ لا ما جاتش للدار. تجي هنا. لأنك أنت يا حاوستها. ها؟ حاوستها حاوز أختي أنا. وش حوصالي سعاد؟ أو يقول ما حاوزكش. روحي تشوفي لي هنا يا عقلك. هاي جايتك سعاد. ها؟
يا فارس خويا راك بلتها خويا درت لنا ديقا يا ما كان والو يا فارس خويا ما كان والو هذه غير كاميرا مخفيه الورد بارك الله فيكم جدو حسن صحتك بريمير كاميرا كاشي تاعي صافي مع جدو حسن ابي خويا ربي يحفظك شتي سعاد خويا محمد خويا صح رمضانكم وشعب جزيرة قاعدك إن شاء الله الأمة الإسلامية.